السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هبدأ اشرح اول شابتر في مادة الفسيولوجي. هبدأ بالنيرفس سيستم. انا عارف ان انا كنت شرحت كده جزء تبع الجي اي تي، لقيت ناس كاتبه لي في التعليقات احنا بادئين بالبلاد، حد قال لي احنا بادئين بالجي اي تي، حد قال لي احنا بادئين بالكارديو فاسكولار، حد قال لي احنا بادئين بالسنترال نيرفس سيستم. كل محافظة ماشية بترتيب معين. طيب انا همشي ازاي؟ انا همشي بالترتيب اللي تبع محافظتي بالكتاب بتاعي، همشي بالترتيب ده عشان بس نكون ماشيين بنظام. هاخد الشابتر كامل اشرحه، بعد كده هنجيب اسئله على الشابتر نحلها مع بعض، لان انا قلت لك حل الاسئله اهم. لازم تحفظ المنهج ولازم تذاكره، بس لازم تتدرب. ما نطولش عليكم ويلا نبدا. هبدا باول حاجه هفهمك يعني الاساس ده، دي شويه اساسيات كده في النيرفس سيستم لازم تكون عارفهم. بصوا يا شباب، احنا بنقول ايه النيرفس سيستم؟ ذا نيرفس سيستم. النيرفس سيستم، انا هحاول ان اكبر الخط عشان بس الكاميرا. النيرفس سيستم ده اللي هو الجهاز العصبي بيتكون من ايه؟ ما انا عايز افهم. بيتكون من جهاز عصبي مركزي اللي هو اسمه السنترال نيرفس سيستم، اختصاره سي ان اس، وبيتكون من بريفرال نيرفس سيستم. بريفرال اللي هي ايه؟ طرفي. طيب الجهاز العصبي المركزي ده مركزي، المركزي ده بيتكون من البرين، وهجيب لك صوره وقتي، برين اللي هو المخ، والسباينال كورد واللي هو الحبل الشوكي. طيب الطرفي، الطرفي بيتكون من حاجتين، بيتكون من حاجه اسمها اوتونوميك وحاجه اسمها سوماتيك. واحده واحده كده فهمني لاني مش فاهم. بصوا يا شباب، البرين والسباينال كورد دول معروفين، عارف المخ وعارف الحبل الشوكي. طيب الطرف ده قلت له اوتونوميك وسوماتيك، يعني اوتونوميك؟ تعالوا نبدا بالسوماتيك ونفهمها وبعد كده نروح الاوتونوميك. سوماتيك يا شباب اللي هي جايه من كلمه سوما، سوما اللي هي الجسم اللي هو خاص بالجسم. طيب الاوتونوميك، الاوتونوميك دي الحاجه اللي انا ما بقدرش اتحكم فيها، الجسم هو اللي متحكم فيه. زي ايه؟ زي الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي، سمبثاوي والباراسمبثاوي. طيب يعني ايه سمبثاوي؟ يعني ايه باراسمبثاوي؟ احنا خدناها زمان في العلوم وعارفين الجهاز السمبثاوي اللي هو عندك بقى انت كبرت، اللي هو مسؤول عن الفايت اند الفلايت. يعني ايه الكلام ده وبتقول لي فايت وفلايت؟ بصوا يا شباب، فايت وفلايت يعني مثلا لو انت ماشي كده والقلب جرى وراك، مش بيقوم حاصل كده تلاقي ضربات قلبك تزيد وكده، فده بقى اللي اشتغل اللي هو الجهاز السمبثاوي. طيب الباراسمبثاوي، الباراسمبثاوي دي مسؤول عن الانتخه، مسمينه كده جهاز الانتخه. انت قاعد في البيت ما بتعملش حاجه، بتتفرج على التلفزيون، فاللي بيكون شغال الباراسمبثاوي. فاهمين؟ ده بالنسبه للاوتونوميك. السوماتيك بقى قلت لك اللي ده خاص بالجسم، مثلا الحاجات اللي انت ممكن تتحكم فيها اللي خاصه ايه بالجسم. اما ده الاوتونوميك ما تعرفش تتحكم فيه، زي مثلا ضربات قلبك بيزيد، انت مسؤول تعرف تزود ضربات قلبك؟ لا ما تعرفش، هو هيبقى كده الجهاز الجسم هو المسؤول عن ده. طيب فهمتوا الاساس ده؟ عايزك بس تعرف الاساس ده لانه هو مهم جدا جدا. طب اجيب لك صوره كده جميله نفهم منها الكلام اللي انا قلته ده. ده اللي هو السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم ده بيتكون من البرين، ده المخ، وايه؟ والحبل الشوكي. طيب شايفين الافرع اللي خارجه دي بقى، دي اسمها النيرف بقى. دي بقى ايه؟ يعني مثلا العصب ده رايح للبيوبل، مثلا يعمل لها فازو كونستريكشن او فازو دايليتيشن مثلا، كل حاجه مثلا ده رايح للهارت، رايح لللانج، بس تعرف ده البرين والسباينال كورد وخارج منه التفرعات دي. ده اللي هو ايه؟ السنترال نيرفس سيستم. طيب ما تجيب لي كده بقى البريفرال نيرفس سيستم. هجيب لك البريفرال نيرفس سيستم. بصوا كده يا شباب، قال لك ان البريفرال نيرفس سيستم ده، البريفرال نيرفس سيستم اهو بيتكون من ايه؟ كونسيست اوف كرينيال اند سباينال نيرف. كرينيال اللي هي خارجه من المخ دي، فسموها على اسمها كرينيال. سباينال اللي هي خارجه من ايه؟ السباين. ده خارجه من المخ وده خارجه من السباين، والصوره قدامك اهي. فاهمين؟ ده اللي هو الكرينيال نيرف. طيب ده اللي هو الكرينيال نيرف لانه هو خارج من المخ. طيب السباينال، هجيب لك صوره عن السباين. ده اللي خارج من السباين، صوره هي موضحه لك كل حاجه، النيرف واصل وكل حاجه. عايز تعرف بقى عددهم مثلا 31 زوج من السباينال نيرف متوزعين، 8 عنقيه، 12 زهريه، 5 لمبر، 5 سكرال، 5 واحده كوكسجيه. فاهمين؟ ده السباينال نيرف. انا لسه هوضح لك كل حاجه، بس ده ايه؟ يعني خاص بالتشريح شويه علشان فاهم بس شكل الحاجات. ده اللي هو السباينال كورد اللي هو العمود الفقري اهو، انت عارفين 8 7 عنقيه 12 زهريه 5 قطنيه 5 سكرال والحاجات دي، انتوا اكيد كنا واخدينها في ثالثه ثانوي في الاحياء، فانتوا اكيد عارفين السباينال كورد. ده السباينال كورد وبيخرج منه ايه؟ التفرعات. طيب نروح بقى الموضوع، انت فهمت الاساس؟ فهمنا الاساس. نفهم بقى ايه واحده واحده كده وناخد السنترال نيرفس سيستم. ناخد النيرفس سيستم الاول، نعرف يعني ايه نيرفس سيستم.
النيرفس سيستم ناخد كده تعريفه. النيرفس سيستم اكتب بقى معايا كده وانا انا بلخص لك الكتاب في شرح كتير، لو جبت لك الكتاب مليان شخبطه وكلام فيعني يعني فمش الكلام مش واضح قوي، بس انا هعمل لك تلخيص. النيرفس سيستم، النيرفس سيستم ده ايه؟ بقول لك ان النيرفس سيستم ده از ميجر كنترول سيستم ان ذا بادي ويتش ريجوليت ميني بادي فانكشن نيسيسري فور لايف. اجيب لك الكتاب لو انت عايز مثلا تذاكر حاجه او تكتبها ورايا عشان بس موجه الفيديو اهو. بقول لك ان النيرفس سيستم ده از ميجر كنترول سيستم ان ذا بادي ويتش ريجوليت ميني بادي فانكشن نيسيسري فور لايف. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك هو ميجر، هو الرئيسي، الجهاز الرئيسي اللي بيتحكم في وظائف جسمك. انت عشان تتحرك وعشان يعني مثلا تنتقل من مكان لمكان لازم يحصل تناغم بين الجهاز العصبي ده والجهاز الهيكلي. لو ما حصلش بينهم تناغم مش هتعرف تتحرك، فلازم يحصل بين الاثنين تناغم. يعني الجهاز العصبي يتفاعل مع الجهاز اللي يشتغل مع الجهاز الهيكلي وتتحرك، فاهمين؟ ده اللي مكتوب. طيب ناخد، بقول لك بقى جيت تبص تحت كده بقول لك الجنرال فانكشن. يعني ايه جنرال فانكشن؟ وظائف الجهاز العصبي ده، ده اللي انا عايزك بقى تفهمه. اول حاجه يا شباب انتوا اكيد عرفتوا التعريف، اللي حاجه اللي انا هجيبها لك بقى وتكتبها ورايا لانها تيجي كتير في الامتحان، يقول لك فانكشن، الفانكشن ايه اوف النيرفس سيستم. اول حاجه وهتفهم بيقول لك سنسوري فانكشن. ايوه من اسمها سنسوري فانكشن، اللي هو مسؤول عن الاحساس. يعني ايه مسؤول عن الاحساس؟ زي مثلا انت يعني السنسور فانكشن ريسيف، يعني مثلا انت لمست حاجه سخنه مش بتقوم شايل ايدك من من منها من عليها بسرعه كده، لان في اللحظه اللي انت بتشيلها ديت ده بتاخد وقت في الجسم، بس انت ما اقل من الثانيه. يعني مثلا لمست حاجه سخنه انت بتقوم شايل ايدك، فده بقى اللي بيقول لك ريسيف سنسوري ستيمولاي. ايوه سنسوري ستيمولاي، حاجه سخنه، حاجه بارده، حاجه شكتني في ايدي، فروم سكن كومينج، فروم سكن. تمام وانت وشرحتها لك بالمثال. طيب اللي بعده الموتور فانكشن. الموتور فانكشن اللي هو خاص بالموتور، موتور اللي هو الحركي اللي بيتحرك، اللي بيتحكم في ايد كنترول، اللي بيتحكم في ايه؟ في الجهاز الهيكلي. انا قلت لك لازم يحصل حركه الجهاز الهيكلي. ذا اكتيفيتي اوف السكليتال او السموس او الكاردياك مسل. ده انا شرحها لك في الاناتومي، مش شرحت لك العضلات وانواع المسلز وكده. قلت لك ان هو اللي بيتحكم ده في حركه الجهاز الهيكلي والسموس مسل والكاردياك مسل. الكاردياك مسل دي اللي بتكون في الهارت. ما انا لما اجي اكلمك بقى اقول لك تاثير الجهاز العصبي على الايه، على الهارت بيعمل ايه. مثلا لو السمباثاوي اشتغل على الهارت ضربات ضربات القلب بتقوم زايده. طيب مثلا السكليتال سيستم عشان انت تتحرك لازم يحصل تناغم بين الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي، وانت فاهم الحته دي. طيب اللي بعده بقول لك هاير مينتال فانكشن. حد يقول لي يعني ايه هاير مينتال فانكشن؟ الحاجات دي انتوا هتاخدوها في سنه رابعه ان شاء الله. هاير مينتال فانكشن اللي مسؤول عن الادراك، الليرنينج، التعلم، الميموري، هتاخدوها في نفسيه في سنه رابعه. از ليرنينج اند الميموري. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطه قلت لك ان الهاير فانك الهاير مينتال فانكشن ده المسؤول عن الادراك، مسؤول عن التعلم. وهجيب لك كلام ملخصه لك اهو. بصوا كده يا شباب معايا، بصوا كده معايا في اللي في الورقه في التلخيص اللي انا عامله ده. قلت لك انه السنترال نيرفس سيستم ده انا جايب لك من عامل النفسيه يعني بتاعي. النيرفس سيستم بيتكون من سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال بيتكون من البرين والسباينال كورد، والبريفرال بيتكون من الكرينيال ونيرف والسباينال نيرف، وانت اكيد عرفتهم. المخ ده بقى بيتكون من اجزاء، بيتكون من السيريبرم والسيريبيلم والبرين ستيم. السيريبرم ده اللي هو المخيخ، وانت اكيد خدت الحاجات دي في التشريح لو خدت يعني النيرفس سيستم. البرين ستيم اللي هو جزء المخ، ده حاجات كده. شوف بقى لما جيت اقول لك على الهاير مينتال فانكشن قلت لك بيتحكم في الهاير مينتال فانكشن زي ايه؟ زي الميموري، زي الليرنينج. اللي بيتحكم بقى في الميموري وفي الليرنينج ده هو ان هو التيمبورال. يعني ما هو اجزاء المخ دي بيبقى فيها اجزاء وكده، فانت اكيد درست الحاجات دي اللي هو التيمبورال لوب او هتدرسوها، بس دي حاجات يعني انا كنت عاملها تلخيص خلوها على جنب.
فهمتوا يا شباب؟ الميموري اللي هو بيبقى كده، عارفين لما حد يجي يحط ايده كده في مقدمه الجبهه وبيمتحن يعني كده، يقعد يعني يلمس مقدمه الجبهه كده ويقعد يحكي فيها كده، هو بيعمل كده يعني لان الحته دي بقى في الليرنينج اللي هو خاص بالذاكره والميموري وكده، فلما بيعمل كده هو عاوز يفتكر، فاهمين؟ مش تقعد تمتحن، تقعد تعمل كده في راسك، فانت كده قلت لك ان ده بقى اللي خاص بالميموري والليرنينج، ده حاجات كده هتفهموها لما تكبروا. بس انتوا اكيد عرفتوا يعني الفانكشن، قلت لك بيتكون من سنسوري موتور وهاير فانكشن. طيب بعد ده حاجات، ده وظيفه الجهاز العصبي. سنسوري اللي هو خاص بالاحساس، موتور خاص بالحركه، هاير فانكشن اللي هو خاص بالتعلم والتعليم. بعد كده بقى ناخد باقي الاساس بتاعنا بقى، النواه قوي، او بقول لك ات ذا ستراكشر والاناتوميكال يونت، الوحده بتاعه الجهاز العصبي دي اكيد انت عارف، اللي هي النيرف سيل. النيرف سيل ديت او النيورون، بيقولوا عليها النيورون. النيرف سيل او النيورون دي هي بيقول لك ات ذا ستراكشر والاناتوميكال يونت اوف نيرفس سيستم، بيقول لك هي وحده بناء الجهاز العصبي. طيب عارفينها، عارفين الخليه، وهجيب لك رسمه كده للخليه العصبيه جميله جدا جدا انا عاملها اهو، بصوا كده معايا اهي يا شباب، دي اللي هي الخليه العصبيه. لازم أن تحفظ الرسمه دي لانها بتيجي كتير في الامتحان، يجيب لك كده ويقول لك عليها اسئله، بيقول لك ان الخليه العصبيه دي بيقول لك از ستراكشر يونت اوف نيرفس سيستم. طيب وظيفتها ايه؟ بيقول لك ريسيف اند ترانسميت اوف انفورميشن، بتستقبل وبتنقل المعلومه. ودي شكلها، شكلها مش غريب عليك، انت خدتها في الاحياء وكنت بترسمها كتير. بتتكون من ايه؟ مش كنت بتقول جسم الخليه والتفرعات بتاعه الخليه؟ ايوه، انت كبرت بقى تعرف اسمائهم. ده اسمه الاكسيون، فاهمين؟ ده اللي هو الاكسيون، ده اللي هو السيل بادي، فاهمين؟ دي اسمها الدنتوريتس. الدنتوريتس دي اللي هي التفرعات اللي خارجه من الخليه دي، اعرف بس اسمائهم وهجيب لك دلوقتي رسمه كمان من الكتاب. التفرعات ديت اسمها الدنتوريتس، اللي بتشتبك مع التانيين، يعني بتحصل بينهم عشان يعني تنتقل الاشارات العصبيه وكده. واللي جوه دي اللي اسمها النواه، ودي اسمه الاكسيون، فاهمين؟ طيب ودي اللي هي الدندرويتس. طيب دي احنا عرفنا صورتها واكيد رسمناها كتير في ثالثه ثانوي. طب هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من افرنت وبتتكون من افرنت. طيب الافرنت ده بقول لك ان الافرنت ذا مسج جوينج فروم ماي سكن تو ماي برين، يعني ايه الكلام ده؟ مش واضحه قوي. بقول لك الرساله اللي بتنتقل من الجلد للمخ، يعني مثلا ايه؟ مثلا لمست حاجه سخنه، مش بقول بقوم شايل ايدي، فهو بقى الرساله وصلت دلوقتي منين؟ وصلت من الجلد المخ، قالت له شيل ايدك، انت لمست حاجه سخنه. ده شوف انت بتاخد، ان انا بتكلمك خدت مثلا ثانيتين ولا حاجه، بتحصل في الجسم اقل من ثانيه. طب الافرنت بقى، الافرنت بقى اللي هو بقى ايه؟ بيجي من المخ للجلد، يقول او ايدك تقولها شيل ايدك، فاهمين؟ يعني الافرنت اللي جاي من البرين، جاي من المخ، وصل اشاره لايدك او المكان السخن اللي انت لمسته او حاجه يعني، او حاجه شكتك، فالمخ بيقول لك شيل ايدك بسرعه. شايفين الحاجات دي بتاخد اقل من لحظه، احنا بنقعد نتكلم فيها بس الحاجات دي بتاخد اقل من لحظه. طيب وفي حاجه اسمها الانتر نيورون اللي هي بروسيسنج انفورميشن، مالكش دعوه بيها، مش عليك يعني، عايزك بس تعرف شكل الخليه العصبيه دي وبتترسم، تعرف ان هي اسمها دي الدنترويتس، دي اللي هو النيوكليس، دي الاكسون، وخلاص. هجيب لك رسمه كمان عندي من الكتاب، وعايزك تفهم ان السيل بادي ده اهو بيسموه السوما، السيل بادي ده اهو بيسموه السوما، ودي دي اللي عندي يعني في الكتاب، دي الدندرويتس، وديت اللي هو المايلين شيز، ده اللي بغشاء كده بيحط بالخليه العصبيه. دي حاجات سهله جدا جدا ولازم تكون عارفها. طيب فهمنا يا شباب؟ الكتاب يعني فيه شخبطه، فعشان بس ما يكونش شكل الفيديو واحد. بيقول لك بقى عايزك تكتب حاجه مهمه جدا ورايا كده، بيقول لك وين كلاستر اوف سيل بادي ار جراوندد توجذر ان ذا سنتر نيرفس سيستم زير ار كولد نيوكلاي. بيقول لك لما بيحصل كلاستر، لما بيكون مجموعه كده من الخلايا مع بعضها في النيرفس سيستم، يعني في النيرفس سيستم بيكون حاجه اسمها النيوكلاي، حاجه يعني كده بتيجي ممكن تيجي لك في الام سي كيو. طيب ما فيش حاجه زياده في الكتاب عن اللي انا قلته، نفس الكلام اللي انا قلته، بس في حاجه بقى مهمه جدا جدا، خصائص النيورون ده. احنا خدنا النيورون خصائصه، بصوا يا شباب كاركترستيك اوف نيورون، يعني ايه كاركترستكس؟ كاركترستيك اوف نيورون بيقول لك ان هو عنده في تو سبيشاليست كاركترستيك، في اتنين تو سبيشاليست كاركترستيك. اول حاجه اسمها اريتابيليتي، وحاجه اسمها كوندكتيفيتي. يعني ايه؟ من اسمها كوندكتيفيتي اللي هي ability to conduct، يعني ability ان انت توصل او conduct an impulse، اللي هي خاصه من كوندكتيفيتي، ability to conduct، فتعرف اللي ايه؟ ability to conduct من اسمها. طيب
الريتابيليتي ديت اللي هي الريسبونس تو ستيمولاي او ذا ابيليتي تو انيشيت ا نيرف امبالس. ذا ابيليتي تو انيشيت نيرف امبالس. انا عايزك تعرف التعريفين دول لانهم بيجوا في الامتحان. يقول لك ذا ابيليتي تو انيشيت نيرف امبالس هي الريتابيليتي ولا الكوندكتيفيتي؟ لا الريتابيليتي. طيب الكوندكتيفيتي ابيليتي تو كوندكت، فاهمين؟ توصل يعني، وصل مثلا اشاره جات لي ديت بتبعت لي ديت وكده، فاهمين؟ فاهمين إيه خلاص. طيب احنا الاستراكشر بتاع النيرف سيستم او الخلايا العصبيه انا وريته لك وانت عرفت اجزائها، بس عايزك تعرف حاجه بتكتب في الامتحان. يقول لك ان السيل بادي، السيل بادي اللي هو جسم الخليه ده، which control activity of the whole of the neuron، which control the activity of the whole neuron. يعني اللي بيتحكم في كل النيورون هو السيل بادي او جسم الخليه اللي انا قلته لك ده اهو، فاهمين؟ والتفرعات دي او جسم الخليه دي بيبقى كبير كده عشان يدي مساحه يعني حمايه للخليه، لان الخلايا العصبيه لما بتتحرق او يعني لما بتفقدها ما بتتجددش تاني، فالله سبحانه وتعالى خلقها لك يعني مساحتها كبيره كده وتفرعات كبيره كده عشان ايه؟ عشان حمايه ليك يعني، فاهمين؟ ده بقول لك ان السيل بادي ده او جسم الخليه اللي بيتحكم في ذا هول بادي اوف ذا سيل اوف ذا نيورون، جسم الخليه ده اللي بيتحكم في كل النيورون ده. طيب فهمناه؟ والله العظيم ما في حاجه في الكتاب زياده عن الكلام اللي انا بقوله ده. خلصنا ديت اول. طيب نروح لحته مهمه ونسيت اتكلمنا على اللي هي ايه؟ اللي هي المايلين شيز. قلت مايلين شيز كده في وسط الكلام وما عرفتنيش ايه. تعالوا كده نبص على المايلين شيز. هجيب لكم رسمه اللي انا كنت جايبها لكم دلوقتي وتبصوا فيها كده. المايلين شيز ده هو غشاء بيحيط بالخليه، وهجيب لك صوره كمان من الكتاب. طيب وظيفه المايلين شيز ده ايه؟ وظيفه المايلين شيز ده اللي هو بيحمي الخليه، غشاء الخليه اللي هو بيحمي الخليه. بصوا كده معايا في الكتاب، شايفين الغشاء ده هو المايلين شيز ده هو. الغشاء ده هو اللي بيحمي الخليه. طيب نعمل له تلخيص كده واكتب ورايا، انا عامل لك تلخيص جميل اهو. هو از عباره عن ايه؟ فاتي، هو از افاتي ماتيريال هوز بيربس، غرضه يعني او وظيفته تو بروتكت ايه؟ النيورون، فاهمين؟ وظيفته ان هو يحمي النيورون، مهمه جدا جدا. ولازم تعرف هو عباره عن فاتي، يعني طبيعته ليه فاتي. طيب مكوناته يعني ايه؟ فهمنا الحته دي. في بقى حاجه بتيجي في الامتحان كتير وانا اتكلمت لك عليها في اول الفيديو، اللي هي الافرنت والافرنت والانتر نيورون. الافرنت اللي هي انواع النيورون يعني التايبس. تعال بقى نتكلم على النيورون انواع. عندي حاجه اسمها افرنت وعندي حاجه اسمها افرنت وعندي حاجه اسمها انتر نيورون. طيب هعمل لك ملخص ليها جميل. قلت لك ان الافرنت ده اللي انا لمست حاجه سخنه وقمت ايه شايل ايدي، اللي هي جت منين؟ جت من الريسبتور اللي هو الحاجه اللي كانت سخنه او ساقعه، وصلت لفين؟ وصلت للبرين. يبقى تكتب ايه؟ اللي هي كاري امبالس منين؟ منين؟ من الريسبتور اللي هو او المحفز او الحاجه اللي شكتنا او حاجه سخنه ولا ساقعه، فروم الريسبتور لمين؟ للتو سي ان اس، للنيرفس سيستم، دي اسمه الافرنت. طيب الافرنت لانها بتكتب في الام اس كيو طلبه كتير بتلخبط فيها. قلت لك ان الافرنت ده اللي جاي من السي ان اس واصل للافكتور اورجان، اقوم كاتب كده اهو كاري الامبالس منين؟ من السي ان اس. ما هو مخي بقى بعت لايديا او اي جزء من جسم قال له شيل ايدك تو، شيل يعني شيل ايديك من المكان ده تو افكتور اورجان، فاهمين؟ يبقى ده منين؟ ده من السي ان اس للاورجن. اما ده كان من الاورجن او من الريسبتور للسي ان اس. طيب الانتر نيورون، بصوا كده معايا. الانتر نيورون كلمه هتلخص لك كل الكلام ده، اعرفها واحفظها، اسمها بروسيسنج انفورميشن. بروسيسنج انفورميشن يعني خاصة البروسيس جاي معالجه، او فاهمين حاجه زي كده هتفهموا ايه كبير عليكم شويه بس تعرفوه. بقول لك هي لوكيتد ويزن سي ان اس، بتكون داخل سي ان اس زي كونكت افرنت اند الافرنت نيورون. بقول لك يعني بيحصل كونكشن بين الافرنت والافرنت، بتبقى بتمثل حوالي 99% بتبقى واصله كده زي كونكت الافرنت واند الافرنت، فاهمين؟ طيب
لان بقى لما هتيجي تاخد بقى حاجات كده هتعرفها اللي هي البري ساينابس والساينابس والكلام ده، بس دي كبيره عليك شويه مش هشرح لك دلوقتي، لما تكبر هتفهمه. بتبقى خاصه بقى عن النواقل السيئات العصبيه وكده، فحاجه اسمها الانتر نيورون، تعرف بس الكلمه اللي عليها اسمها بروسيسنج انفورميشن. طيب ما عادش فاضل لنا لا حاجه بسيطه، هناخد الاوتونوميك نيرف سيستم يعني اللي هو الاوتونوميك، وناخد ناخد بقى الاوتونوميك وناخد كل حاجه عنه المره الجايه. الاوتونوميك نيرف سيستم اللي قلت لك كان بيتكون من السمباثاوي والباراسمباثاوي، ونعرف كل حاجه عنه وهتوضح لك ان شاء الله. خلاها نقسمها كده على جزئين او ثلاثه عشان بس المعلومه توصل وما تبقاش البلك كده مره واحده كبير. مش هوصيكم لايك على الفيديو، كومنت جميل، وانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اول واحد تشوف الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.